عودة مرة أخرى إلى الرياضة، حيث قال فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي التونسي إنه لا يفكر على الإطلاق في مباراة إياب دور الثمانية عن دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي والمقرر لها 23 من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يريد هز شباك بطل مصر في مواجهة برج العرب. وقال المدرب إن لاعب الترجي ورغم الإرهاق البدني الذي كانوا يتعرضون له مؤخرا إلا أنهم في أفضل حالتهم البدنية والنفسية، مضيفا أن فريقه ينبغي أن يكون صلبا دفاعيا ويجب عليه أيضا لتسجيل الأهداف في مرمى الأهلي.